الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه البوابة الثانية، بوابة ستان، تدخل لمدينة ستان وسط مدينة زنتان. وهذا شباب زنتان يقومون بتفتيش كل من يدخلون مدينة زنتان من خارج مدينة زنتان لحماية أهاليها والقناطين بوسط زنتان. بالنسبة للشباب هات كيف ما تشبه واقفين وقفة رجال في الليل وفي النهار بالتفتيش الدائم للسيارات والتسير العمل داخل المدينة وحماية المدنيين الموجودين في المدينة، والحمد لله والنصر قريب إن شاء الله بإذن الله. جاءتنا زنتان مسيطرين عليها من التفتيش من الشباب مش مقصرين يعني، وإن شاء الله مقصرين إن شاء الله. الشباب عزيمتهم قوية إن شاء الله. النصر قريب، هو يقول الجردان نشد الجردان، احنا من الجردان، احنا تريس واقفين على الوطن، هو الجرد، هو الثعبان، هو ما لقيناش، هو لا هو ولا صغاره ولا حتى تريس. اما اللي زعمتهم تريس يجوا يسير الجبهه يواجهوا تريس. تعتبر هذه البوابة بوابة زنتان الثانية من الناحية الشرقية، قدوما من نالوت ووصولا إلى جازة إلى زنتان. طبعا من زنتان قبل هذه البوابة بوابة ثانية، يقوم الثوار في البوابة الغربية مدينة زنتان، وهذه أقرب بوابة للمركز، هي ذات موقع حساس للغاية. يواصل الشباب هنا الليلة بالنهار لتأمين الحماية اللازمة.